محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض نشوف اذا احنا معانا دجاج مسحب بالزبده والليمون، ومعانا كمان نوع بطاطس هديه مني لاطفالنا الحلوين اللي بيحبوني بيتواصلوا معانا، ومعانا مكرونه نجرسكو. خلينا نبدا باول حاجه يا استاذ رحاب، ازاي نعمل الدجاجه مسحبه او الفراخ المسحبه، ده المسمى بتاعها. نعملها بالزبده والليمون، نعملها شاورما، نعملها شيش طاووق حسب الرغبه، ولكن انا هعملها النهارده بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا فرخه وزنها 1500 جرام يعني كيلو ونص تقريبا، معانا زبده ومعانا ليمون ومعانا كمان زبادي في المقادير، وما ننساش البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه ثوم لطاف زي الفل. هي دي المقادير. تعالوا نشوف اول حاجه، نشوف المقادير. يلا يا شباب ايه رايكم، اشيل الفرخه ولا اخليها؟ اهي حاضر والله زي الفل. دجاجه وزنها كيلو ونص، المقادير صورها بالتليفون على السريع عشان نكسب وقتنا. معانا فرخه وزنها كيلو ونص، زبده، ليمون، زبادي، ثوم في المقادير، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. الفرخه معايا زي الفل متكتفه متربيه على الغالي. طبعا علشان تعملي فراخ مسحبه يفضل انك تغسلي الفرخه جيدا قبل ما تسحبيها، عشان ما ينفعش بعد ما تسحب الفراخ يا عم الشيف نحط عليها ميه. انا ضد الموضوع ده. سحبت فراخ، قطعت فراخ، ما ينفعش تغسليها نهائيا، خلي بالك هتبقى زفره ومش تبقى لطيفه. انا شايفها من الدم كده عشان ما تنزليش دم وانا بسحبها تقوم تعور السكينه ايدي، الحاجات دي مطلوبه. او انك تحطها في الثلاجه زي اخواننا الجزارين كده لما يجيبوا يذبحوا الخروف او الدبيحه تتحط في الثلاجه تتشمع يوم يقطع منها زي ما هو عايز. نفس الموضوع مع الفرخه، لازم تكون ناشفه بين ايديكي كده علشان ممكن الميه بتاعتها او بواقي الدم ايا كان ممكن تبوظ لك ايدك والسكينه تعورك. شفت التوضيب ده؟ ده اهم حاجه. بقت الفراخ الفرخه معايا كده زي الفل. اسحبها ازاي يا عم شفيق؟ اول حاجه بحط الفرخه كده انيمها على الجنب اليمين واضرب السكينه كده في الجناح بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. وابدا ان انا اشيل اللحم من العظم زي الشعره من العجينه. السكينه ماشيه لوحدها. سكينتك تكون حاميه وطرف السكينه. شفت ازاي السكينه؟ ويطلع معايا الصدر كده ملحم وزي الفل. اهم حاجه اوعي تعوري ايدك. خلصت من الجنب ده كده، اخش على الجنب التاني. بالشكل ده كده اخش على الجنب التاني، امسك الفرخه كده اقلبها كده. حلو الكلام. واجي هنا. اجي بقى عن المره دي من على الورك كده واخد السكينه كده. العكس، ونجي هنا كده بالراحه خالص. هو ده. تسحيب الفرخه علشان حبايبي واخواتي اللي حابين يسحبوا فرخه ويعملوها شاورما، لان بصراحه يعني واقول الصراحه الشاورما مش شاورما الا لما تكون فرخه سليمه. نجيب صدور فراخ ونعملها شاورما بتبقى ناشفه ما فيهاش طعم الشاورما، عشان كده اخواننا بتوع الشاورما تلاقيهم شاكين الفرخه سليمه في السيخ. ما تلاقيش واحد بتاع شاورما شاكك لك الصدور وبس خالص، مفيش الكلام ده. والفرخه بتتشك بالجلد بتاعها وكل حاجه، لان الجلد فيه دهون، والدهون دي لما بتتعرض لدرجه الحراره بتسيح لك الايه؟ الدهون بتاعتها. معانا العظم بتاع الفراخ ده ما يترميش، ده بتخليه على جنب كده اهو، بينفعنا في اخر الشهر. المصروف معانا الدنيا مش ظابطه، بنعمل ايه؟ بناخد العظم ده نطلعه يتسلق، نعمل شويه شوربه حلوين، نعمل شويه لسان عصفور لاولادنا، بناخد منه البروتين يتغلى على النار مع بوكيه جرنيه، ناخد منه الفليفر والطعم، نعمل شويه لسان عصفور، صينيه بطاطس حلوه، شويه ملوخيه بطعم الفراخ تبقى لطيفه وجميله. المطاعم الكبيره والفنادق الكبيره العالميه بتاخد الدوبري ده وكل ده عظم الفراخ وعظم اللحمه والخضار، بيتحط في الاستيم ويتغلى على النار لمده 5 ساعات، في الاخر بيبقى عندهم الديميجلاس والباربيكيو صوص. شفتي؟ فرخه كده اهوت زي الفل. وانا شغال. بالشكل ده كده. لسه فاكر ده، هي الفرخه خلصت. جبنا الحاجه دي كلها. العظمه ما فيهاش اي حاجه خالص زي الفل.
الفرخة عندي زي الفلة. الله ما شاء الله، برضو مش مالي يا عيني. الجناح بتاعها أنا عايزه بصراحة، فهم أجي كده هنا أهو افتحه كده علشان لما ياخد التتبيلة، وجع الصدر ده كده افتحه كده بالشكل ده، كبره شوية، وجع الصدر ده كمان نفس القصة كبره شوية، حلو. وجع الورك ده كده برضو افصصه كده فصوص، عامل زي فصوص اللوز، ونفس القصة هنا كده. أصبحت الفرخة قدامي ما شاء الله دي كرومي بالشكل ده كده، زي ما هي كده. بجهز الصينية اللي أدخلها الفرن. حلوة معانا صينية لطيفة جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وآخد الفرخة كده بحط في أرضية الصينية شوية ملح خشن بالشكل ده كده، بحط على الملح الخشن ده يا عم الشيف شوية زيت زيتون، اللهم صل على النبي، زيت زيتون مع الملح الخشن ده كده، حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. واخد الفرخة دي كده احطها في الصينية دي كده، الله. لا الفرخة دي كده هنا بقى ايه زي ما حضراتكم شايفين كده، ادلعها بقى. باخد معايا في كسرولة تانية، التتبيله بتاعتها عباره عن زبادي، ده زبادي اهو، واحد كوب من الزبادي، علبه زبادي يعني من عند الراجل بتاع السوبر ماركت. بحط البهارات بتاعتنا، خلي بالك اتحط ملح في الارضيه، حط شويه ملح صغيرين كده، ده فلفل، شويه ملح صغيرين على الزبادي، شويه بابريكا صغيرين على الزبادي، حلو، شوية بهار حلو كده على الزبادي. ايه هو البهار الحلو ده يا مغازي؟ الكوبيبة الصيني، ده عنوان المطبخ البيروتي اللبناني. شوية زعتر محترمين، شوية توم طازة مش توم باودر، تكون كمية حلوة كده محترمة، حلو قوي. نقلب دول كلهم مع بعض بإيدي كده. تاني حطيت ايه يا شيف؟ زبادي، توم، بابريكا، زبادي، توم، بابريكا، زعتر، بهار حلو بالشكل ده كده اهو. واخد الخلطه دي كده واجع الفراخ كده بالشكل ده كده، الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، حاجه جديده. شفت الجو ده كده اهو. الفرن هنا درجه حرارته كام يا عم الشيف؟ 180 درجه حراره الفرن عندي، 180 التوزيعة دي مهمة جدا. فرخة كده انا ايه حطيت عليها كل التتبيلة. معانا مين يا فندم؟ حلو قوي. هعمل ايه؟ حاجة لطيفة كده، معانا الزبدة، اللهم صل على النبي. اهم حاجة ان الفرن تكون درجة حرارته عالية جدا، دي ما ينفعش تحط في فرن بارد. يا نعم المخرج بيسأل الجميل، ينفع نشويها على الفحم؟ لا. ينفع نشويها على عين البوتاجاز؟ لا. ينفع نشويها على الجريلا؟ لا. كل ده وانا معاكم واحده واحده. الزبده، عايز طعم الزبده حلو كده زي ما هي كده يا عم الشيف، بدخلها الفرن. الله الله، يعني مش كل يوم بقى نعمل صينيه فراخ بالبطاطس، النهارده الجو جديد، ايه رايكم؟ دلعها كده، عشان انا بحب الفلفل والحاجات الحلوه اللي بتبقى جنب الفرخه بصراحه، يعني تدي لها شخصيه كده. هنخسر حاجه؟ شويه الفلفل الحلوين دول، ايه رايك فيهم دول يا غالي؟ زي ما هي كده في درجه حراره 180، مكانها فين هنا بقى؟ هو ده الكلام. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الصوره والجمال ده؟ زي ما هي كده يا عم الشيف في درجه حراره 180، فرخه جبناها سحبناها، شلنا العظم منها زي شعره من العجين، تبلناها بايه يا شيف؟ بتوم وزبادي، بهار حلو، ملح وفلفل وزعتر، حطينا الخلطه الجميله الحلوه دي كلها على وش الفرخه من فوق مش من على الجلده تحت، حطينا شويه ملح خشن علشان الجلده بتاعت الفراخ عشان الزفاره، وحطينا زيت زيتون. هندخلها الفرن بالشكل ده كده في المكان ده. زي الفل.
يلا نبص عليها بصة الوداع ونظرة الوداع زي الفل. اه تمام. اخبار الفرخ ايه؟ نبص عليها كده، تصلي على الحبيب قلبك يطيب، هتشوف حاجة حلوة دلوقتي، هتشوف حاجة حلوة وتدعي لي. حاضر اهو اهو حاضر اهو. لا انا عايزك تشوف الفراخ دي، انا اوسع كل حاجة من هنا. لا 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 اهو حاضر حاضر. قول لي ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ هو ده يا ولي. طب انا عايز اطلع الفراخ اهو حاضر اهو. بسمع كلام المخرج، هو النجاح يجي منين؟ لما نسمع الكلام القائد. شوف الفرخه الحلوه دي كده، شوف الفرخه دي كده، ايه رايك في الفرخه الجميله دي؟ ده انا هعمل تركيه دلوقتي ما يعملهاش، عايز اقول لك مين يعني، ما اختاروا حد في الدنيا دي كلها مبدع كده بجد والله العظيم، ولا يخطر على بالك انك تعمليها. لو حد قال لي دلوقتي هتعمل ايه يا ابو غازي، والله العظيم لا اطبخ له في البيت، واقسم بالله اللي هيقول لي دلوقتي الشيف المغازي هيعمل ايه، انا انت عشان تمسكني دي في ايدي. العب يا سامك. هو ده هو ده، مش كله، حته منه. الفراخ ادخلها تاني الفرن معلش، بس عايز اعمل تركايه كده قبل ما ادخل الفراخ معلش بعد اذنك. باخد من الصلصه دي كده واحط على لحم الفراخ كده وادخلها تاني عشان هي لسه ما استوتش. من البهريز ده كده واغرق الفرخه من فوق كده وادخلها الفرن تاني. الحركه دي لازم تعمليها في نص تسويه الفراخ او في مرحله تسويه الفراخ، مره واحده بس زي ما هي كده يا عم الشيف، وسخنه خلي بالك ايدك ايدك وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. عايز اطلع الفراخ اغرفها في طبق حلو زي ده كده. لا دي انساها يا غالي حبيب قلبي حبيب والديك. اطلع الفراخ الحلوه دي دلوقتي عشان حضراتكم عايزين تشوفوا الانتاج طبيعي لما بنشتغل ونتعب يبقى فيه انتاج، وشغل من غير انتاج هزار. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ دلعني بقى. طلع المكرونه فوق، اللهم صل على النبي. هو ده الفراخ، نغرفها مع بعض في الطبق ده كده جانبي. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه حلوه قوي. ايه هي بقى الفراخ دي؟ لما تعمليها بتحب الخبز الصاج اللي هو الخبز السوري او خبز الشراك بيسموه يعني. لا الفرخه سايبه، لا مستويه وسايبه، خلي بالك زي ما هي كده. دي عايزه تحت منها خبز مقرمش او خبز الصاج زي ما انت عايز. شفت الجو ده كده؟ سقسقها. الله عليك الله عليك، سقسقها لك. وفرخه دي تشمر القميص بتاعك، تبالك كم القميص كده وانت قاعد على السفره، وتنزل بيها كانك بتاكل مانجا فص، وتفصصها كده ما فيهاش عظم ولا فيها حاجه، خلي بالك زي الفل. حاضر حاضر يا غالي. فرخه مشويه المفروض يعني، بصراحه انا بتكلم الصراحه وانتوا عارفين الشيف واضح وصريح، يكون تحتها عيش صاج، بس لقينا الراجل قافل الصبح واحنا جايين بدري والله. قافل ليه يا عم الحاج؟ قال لك بيفتح الساعه ايه 12 مش عارف واحده الامانه يعني. دي عايزه فراق ده بتاع ده عيش صاج اللي هو خبز الصاج، بيسموه في الاردن خبز الشراك أو خبز المرجوج. وأنا خلصت والله. بص أسقسقها، مش عايزني أسقسقها؟
شفت كده؟ ممكن تعملي حاجة حلوة؟ بس خلاف سرك دي. تبقى انت بس اللي بتعمليها، تاخدوا الصوص ده كله معلقة نشا صغيرة على النار، تعملي الصوص له قوام حلو كده، يبقى لطيف وجميل. اختياري. لو انت حبة مش حبة ده انت حرة يعني. نشا والصلصة الحلوة دي كده تعمليها تبقى لطيفة وجميلة. ده نعناع عشان الفراخ فيها توم كتير قوي. حاطط توم كتير. عينيا. حاضر. الله اعمل لك اللي انت عايزه. انت عارف انا بحبك. انت عارفين المخرج بيقول لي ايه؟ وداني بيقول لو جبت بلانش خشب حلوه وحطيت الفراخ دي عليها تبقى الصوره حلوه. واحنا كلنا بنشتغل وبنجتهد عشان الصوره في الاخر تطلع حلوه. حبيب والديك.